مرحبا جايز، مرحبا بكم في فيديو جديد وفي نهار جديد. كنتمنى تكونوا كاملين تمام الصحة والعافية وتكونوا بخير وعلى خير. أجواء رائعة نبدا لكم هذا الفيديو من الطبيعة الرائعة، هذا الجو الرائع. اليوم غادي نمشيو واحدة من المدن المستقبلية الرائعة هنا في المغرب، مدينة في طور الإنجاز، وكنت صورت لكم البارتي الأول ديالها في ثاني فيديو في القناة ديالي وضرب آلاف ديال المشاهدات وأكثر فيديو مشاهدة بقى إقبال كبير. وفي هذه الفترة قررت أنني نصور لكم جزء اخر من هذه المدينه المستقبليه ديال المغرب، وجهه اخرى منها اللي في طور الانجاز واللي تكون من المدن العالميه ماشي غير المدن العاديه هنا في المغرب، اللي غادي تجمع بين الطبيعه والاثريه والحداثه. يعني هذا الشيء كامل غادي يتجمع في مدينه واحده تكون صغيره وبين المحمديه وبين كازا. ما تفلتوا حتى لقطه، ما تسكيبيوش الفيديو، كملوا ايطاب باغ ايطاب باسكو هذا الفيديو غادي يعجبكم بزاف بزاف بزاف. إذا كنتي كتفرج فيه أول مرة تنساش دير لايك، تابونا في القناة، بارطاجي الفيديو الماكسيموم، خلي دي كومنتير الآراء ديالك والأفكار وأي حاجة تشاركها. يلا بقى معنا نمشي، ليتس جو. جايز كما كتشوفوا هاد الطريق راه كاينة كانت راكبة لكم جايين الطونوبيلات من لهيه، وكيتوجهوا لهم الطونوبيلات اللي غاديين من لهيه. هادو غادي للجهة من التحت لجهة البحر، تما فين صورت لكم أول فيديو على هاد المدينة المستقبلية الرائعة اللي تكون. صوب دابا غادي نتوجهوا من هاد الطريق، صوب بقاو معايا ما تفلتوا حتى شي حاجه، ستي تون. انا متاكد يعجبكم هاد لا فيديو، تفلتوا حتى ثاني يا خوتي، اسكيبيو اي حاجه، تفلتوا معلومات جديده. دابا انا جاي نبارطاجي لكم هاد المدينه ستيب باي ستيب. كما كتشوفوا تقوليو فين هي المدينه، فين هما السكان، فين هما الديور. اصبروا خوتي، اصبروا اصبروا. هاتوما الطبيعة الخضورية، وهادي باي دو خوتي راه جات بين كازا والمحمدية، يعني سمحوا لي الصداع، يعني مدينة استراتيجية، موقع رائع باي دو. يلا بقاو معايا جايز، معرفتش واش كنبان لكم مزيان ولا لا، باسكو دابا انا عاطي الشمس بالظهر، هادشي علاش كنبان بحال هكا. بغيت نعطيكم واحد المعلومه خفيفه ظريفه، خفيفه ظريفه باش تعرف. تقول لي هنا باقا كتصور لنا الخلا، وهذا الفيديو غادي تصور انا خوتي، كنوريكم كنعطيكم نظره كيفاش تكون هذه المدينه، يعني كواحد السبق، نعطيكم واحد السبق، كنصور لكم هنا كيفاش يكون، ومن بعد ان شاء الله ما عرفتش شحال تاخذ من عام، شحال تاخذ ديال الوقت باش تطلع هذه المدينه، وشنو غادي يكون فيها اخر. سو اللي عارف يخلي لي في كومونتير شحال ديال الوقت، اللي عارف معلومه اكيد يبارطاجيها معانا. ودابا غادي نوريكم بزاف ديال البلايص، سمحوا لي دابا غادي على جهه الشاط، بزاف ديال البلايص والجهات هنا اللي غادي، المنشات اللي غادي تبناو باش تاخذوا فكره، والناس اللي واحد النهار يبغيو يشريو هنا في زناته. موقع رائع، بزاف ديال الحوايج غادي يكونوا هنا، منهم الترامواي يدوز من التحت على الجهه ديال البحر، بزاف بزاف ديال كاين الكورنيش لتحت، كاين بزاف ديال الحوايج، حداك كازا على اليمين، وحداك وحداك المحمديه غادا على اليسار، لوطوروت حداك ايكيا. احنا غادي نمشيو لها دابا، احنا متجهين لايكيا، وغادي نوريكم منشآت اخرين حدا ايكيا اللي غادي يبداو البناء ديالهم، شي حاجه واعره واعره بزاف. تبقاو معايا ستي تون في هذا الفيديو، ما تصابيوش وما تسكيبيوش، ما تسكيبيوش، خليو التعاليق ديالكم، ضروري لايك الفيديو ضروري باش تشجعوني نمشي لكم بلايص كثر. يلا جايز كما كتشوفوا دابا انا منين غادي، هذه الجهه الوسطانيه ديال بيكالات، هذه شي حاجه اللي عجبتني، ما كرهتهاش تكون في كازا وفي المدن المغربيه كامله، واللي كاينه في مدينتي بارطاجيها معنا وشاركنا في هذه المدينه الجديده زناتها. اي شانطي حدا لي خطوه اليمين ولا الجهه الاخرى، هنايا كما كتشوفوا هاد لي زيسباس هنايا لي بدلون بحال البيض، من هاد الجهه ومن هاد الجهه غيكونوا الراجلين، وهادي ديال صحاب بيكالات بوحدهم باش يتمشاو طريق خاصه بهم. واخا في لوروب وميريكان ما دايرينش طريق ديال البيكالات في التروطوار مع الراجلين، باسكو يقدروا يطراو دي بروبليم وشفره وداكشي، كيديروا على في الشانطي على الجهه ديال اليمين، هنا غادي يديروها بحال هكا. ولكن فكره زوينه هنا كما كتشوفوا، بنادم فين رايح على طول الطريق، وهنايا دايرين كل بلاصه بلاصه البلاستيك، بلاصه
الكتوبه القراعي بلاصه داك الالومنيوم اي بلاصه ديال اي حاجه كما بلا تسمحوا لي ما شديش لي هاتوا كل حاجه بلاصه هنا فوق كاينه واحد الطلعه سخفاتني شويه مع الحراره. شوف اخوتي دابا هاد الاراضي كيبان لكم هادشي كامل كلشي يتبنى يا مصانيع يا شركات يا مستشفيات كلشي يا دي زابارتمون المهم داكشي يكون واعر. هاد الجهه عاوتاني كامله تيلا على راس هاد الخضوريه كامله الاراضي تما كاملين يتبناو كما كتبوا القدام لهيه الا كان كيبان لكم مع الشمس راه قدام ما عرفتوش كيبان لكم الشمس راه تما كاينين عمارات يلا تبناو الناس ساكنين ولتحت ديريكتومون كتمشي ديريكتومون طواله مع هنايا راه كاين البحر. حنا غادي متجهين جيت اكيا باقي طالعين يلا بقاو معايا. كما كتشوفوا اخوتي ايكو سيتي زناتها يعني مدينه طبيعيه ديال الطبيعه زناتها. تما الدخله ديال لوطوروت اللي كديك الكازا وهنا الدخله لوطوروت اللي كديك الرباط واقيلا ما عرفت. المهم على اليسار الجهه اللي كتدخل منا لهنايا راه حنا غادي لا متوجه لها من هاد الطريق اخوتي غادي نتوجهوا لها بقاو معايا جايز. هنا هاد الشيء اللي كتشوفوا حنا غادي غنوريكم مزيان. هنا اخوتي غيكون اكبر سبيطار في افريقيا ركزوا معايا هذه من اهم المنشآت ماشي غير في هذه المدينه المستقبليه ولكن هذه اهم منشأة في هذه المدينه المستقبليه زناتها ايكو سيتي من اهم المنشآت اللي تكون في المغرب كامل وافريقيا هي هذه المدينه هذه مدينه بيتراجي طيب يعني تكون مدينه على شكل سبيطار على شكل مدينه كما كتشوف راه دابا في طور البناء راه بداو في البناء ديالو مع يعني بحال كنقول هاد البلاصه كما ها انتم السبيطار وهذا يكون مدينه طبيه بحال الشكل ديال تركيا لا كتعرفوا تركيا فيها مدن طبيه صغيره فيها كلشي فيها كتكون من كلشي ها انتم ما عرفتش واش يبان لكم من هنا مع الشوك هذاك ما نقدرش ندخل. المهم راه تما المخطط تكون مدينه صغيره. هاد المدينه الصغيره خوتي غنشرح لكم ونخليكم مع هذا المنظر الرائع اونفاس معايا في هاد المدينه الطبيه. ها انتم شوفوا كيفاش داير الحاجه اللي تكون ضخمه وكبيره بزاف 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 قمه في الروعه. ها انتم كما كتشوفوا من يبان لكم مزيان شي حاجه اللي ضخمه بزاف يعني تكون معلمه كبيره هنايا في هاد المدينه البيئيه زناتها. من غير الجهه ديال الكورنيش اخوتي لتحت راه اللي باقي ما تفرج في فيديو هبط يتفرج فيه راه كاين لتحت ثاني فيديو في القناه تلقاوه راه داير باعلى مشاهدات في الفيديوهات ديالي. من غير البلاصه ديال الكورنيش لتحت وداك الشيء اللي غيكون فيه هنا غيكون هو القلب ديال هاد المدينه باسكو عندك هنا هاد المدينه باي دو هاد المدينه الطبيه المستشفى اللي غيكون اكبر مستشفى في افريقيا راه بشراكه بين المانيين وسعوديين. هانتوما كما كتشوفوا سعودي جيرمان اوسبيتال يعني سعوديين والمانيين وانفاس معاه يعني في نفس الجهه حداك ماكدو حداك ايكيا حداك المول اللي تويت. حنا غادي نبارطاجي معكم هادشي كامل ستيب باي ستيب كما كتشوفوا هاد المدينه تكون شي حاجه اللي رائعه وخياليه ونفتخروا بها حنا المغاربه ويفتخروا بها جميع الافارقه اللي تجمع قلت لكم بين الحداثه والعصرانه بين الطبيعه وتجمع كلشي واللي يسكن هنا غادي يتمتع بواحد وجات في موقع رائع حدا كازا المحمديه. يلا بقاو معايا جايز. وهنا دابا ندور لكم الجهه الاخرى ديال الارض قداش تكون هذا غادي يكون زناتها مول يكون من اكبر لي مول في المغرب من اجملها توجه هنا اونفاس مع السبيطار اللي غادي تبنى اكبر سبيطار افريقي ومن اكبر يعني السبيطارات اللي كاينين. شوف حنا دابا في نفس البلاصه في نفس يعني هنا كما كتشوفوا هذا الباركينغ الكبير ديال ايكيا هنا كما كتشوفوا ماكدونالد حداك ماكدونالد يعني عندك ماكدونالد الناس اللي الصراحه انا نجيكم واحد المعلومه عمري كليت ماكدوم ما كليتهم من غير ماك فلوري واللي كيعجبني عندهم لي كلاص. كاينه ايكيا كاينه افريقيا ستاسيون وكاينه اصلا يعني الطريق اللي كت
دخلك من لوطارو دخلك لهنا ديريكتومون لايكيا، يعني بلا ما تضرب لا دوره لا والو. كما كتشوفوا تما كاين الكترو بلانيت، انا غادي نتوجينا نضرب بكم دوره شامله على هاد البانات. جيت نصور لكم غير على هاد السيكتور بحال هاد الجهه. يا راه هاد المدينه راه فيها بزاف ديال الجويه، مازال في طور البناء مازال. يوفو الكترو بلانيت ليفتيز ديال الحويج واوركسترا، هادو كاملين متواجدين حدا ماكدو اون فاس مع ايكيا. هاد الباركينغ الضخم، حنا غادي نمشيو ضربوا دوار في ايكيا. جيت ايكيا وغادي نبارطاجي معكم هادشي كيفاش غادي يكون. رائع رائع خوتي، انا متاكد اخوتي هاد المدينه غادي تكون شي حاجه رائعه. كنتمنوا يكونوا بزاف ديال المدن بحال هادو في المغرب، واخا راه كاينين بزاف، قال لك كاينين مدن اخرى في جهات اخرى، كاين هادي غادي تميز بين الطبيعه وبين هادشي مع كلشي كلشي اي حاجه تتمناها. سو جايز، من هاد البلاصه زوينه زوينه بزاف، غادي تكون النهايه ديال هاد لا فيديو. كنتمنىكم كنت خفيف على قلوبكم هاد لا فيديو، يكون الاعجاب ديالكم يكون توفقت. كما شفتوا هاد المدينه باقا في طور الانجاز، طور البناء، مازال غادي تعرف بزاف بزاف بزاف. انا وريتكم دابا غير واحد الجزء لا يتجزا من هاد المدينه كيفاش تكون، شنو غادي يكون بها، وشنو داكشي المستقبل اللي يكون. مازال دي بارتي اخرين غادي نصورهم لكم وغادي يعجبوكم على هاد المدينه، لقيت اقبال ورواج. سو ما تنساوش تفاعلوا بكاع الحوايج اللي خصكم تفاعلوا بهم، بحال لي لايك ديالكم، لي لايك غير كيشجعوني. و 95% اللي كتفرجوا فيا ما دايرينش ابوني، تابونا ولا تفرجتي ما تخسر والو، ما تخسر حتى درهم. فابور اي واحد عنده جيميل الايميل ديالو يدخل ويدير ابوني باش نشجع اكثر واكثر. وخليو دي كومونتير والاراء ديالكم التفاعلات ديالكم، الحوايج اللي عجبوكم اللي ما عجبوكمش. نتمنى نكون خفيف على قلوبكم. اخوكم باقي في البدايه ديالو، سيبورتيوني بلي لايك وبالتفاعلات ديالكم. يلا نشوفكم في فيديو جديد وفي نهار جديد.